وللوقوف أكثر على الحالة البيئية في العراق بعد أن صنف في المرتبة العاشرة على مستوى العالم في نسب التلوث، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أهلا بك معنا سيد كامل. أهلا بك. أهلا بك سيد كامل. العراق كما تعلم في المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر تلوثا. بداية، هل ترى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة بشأن هذه الكارثة البيئية؟ لا، يعني الإشارة إلى الحكومة موضوع يدعو للسخرية. الحكومة أول ما اطاحت بوزارة البيئة اللي شكلها الأمريكان وضحت بها لأنها بنظرة واقعية انه هذه الوزارة تحولت الى واحد من الدكاكين الحكومية لابتزاز اصحاب المصالح والناس والمؤسسات، فالغتها. والحكومة ايضا يعني ما تعني هذا الموضوع. يعني قبل ايام نشرت الواشنطن بوست، هنا في واشنطن، تقرير مفصل وخطير عن وضع الاهوار والتجفيف الجاري به، يعني 100 ميل مربع من التجفيف واصبح صحراء. وهذا نقطه لقاء دجله والفرات اللي نبعت منه حضاره وادي الرافدين، والان هنالك نزوح. وهذه قضيه الاهوار كانت واحده من القضايا الرئيسيه اللي ترفعها المعارضه وخاصه الشيعيه ضد النظام السابق. والان هم الذين يحكمون الشيعه، عفوا نفايات الشيعه. والان هذا وضع الاهوار وهذا وضع المناطق الجنوبيه. طيب. بالنسبة لموضوع الغاز مثل ما تفضل تقريركم، وبالنسبة للأهوار وغيرها من القضايا. مؤتمر المناخ الذي عقد في غلاسكو منذ أسابيع، يعني عقدت الأمم المتحدة عدة ورش لوزارات عراقية لما يمثله بطبيعة الحال العراق من خطر على البيئة في العالم، ولكن السؤال، لماذا لا نرى أثر هذه الورش على العمل الميداني لوقف التلوث البيئي في العراق؟ يعني الحقيقه ان الراي العام وحتى مؤسسات الدوله غير مقتنعه بموضوع التقييد بقوانين البيئه. يعني رئيس الجمهوريه اللي القى كلمه في هذا المؤتمر العالمي، لا ادري ان هذه المنطقه الخضراء هي مخالفه لقوانين البيئه اللي منصوص عليها في التشريعات العراقيه، ولا يدري بانه هذه المنطقة الخضراء كل مجاريها الثقيلة تقذفها في نهر دجلة اللي هي أقرب نقطة ماء صالح للشرب بالنسبة لمعامل التصفية لكل مناطق أهل بغداد وكثيرة من القضايا. ولهذا فلا أحد يصدق من المواطن البسيط أو حتى أصحاب المصالح أنه الحكومة جادة في موضوع التقيد بقوانين البيئة بالنسبة للعراق. يعني بحسب اتحاد النقابات العالمي، فإن مولدات الكهرباء تطلق آلاف الأطنان من الغازات السامة. لماذا لا يتجه العراق للطاقة البديلة برأيك؟ هل يعني باستطاعة العراق التوجه للطاقة البديلة الآن؟ ممكن هذا إذا كانت هناك قيادات هوية وطنية وتخطط وتراعي مصالح العراق، ولكن هذه القيادات مصالحها خارج العراق هي وعوائلها، لا يعنيهم البلد. حتى اصحاب المصالح اللي يحاولون ان يعملوا بالطاقه البديله يعني يتعرضون للاشكال بان القيود والابتزازات ومشاكل الفساد والتسويات. ولهذا يعني سيبقى الموضوع يعني مرتبط بهذه المحروقات وهذه المولدات الشوارعيه وحتى في داخل المنطقة الخضراء. يعني أسأل الأمم المتحدة اللي هي الراعية لموضوع البيئة، يعني منين تحصل الكهرباء؟ عندها مولدات خاصة اللي تنتج الطاقة 24 ساعة وعلى حساب البيئة العراقية في قلب بغداد. نعم. شكل آخر من أشكال التلوث في العراق تحدث عنها مرصد لاند من مونتور، وهو تلوث أراضي العراق بالألغام. ما أثر ذلك النوع من التلوث على البشر والاقتصاد في العراق سيد كامل؟ يعني هذا موضوع الألغام قديم ومستمر وسيبقى، لأنه بالواقع لحد اليوم الحكومة تعلن على أنها حاصرت وجرفت بساتين وأنهم
في مناطق في ديالة وصلاح الدين وغيرها، وهنالك قصف يعني من دول التحالف في مناطق حتى عمرانية، وكل هذا مضر بالبيئة. فموضوع الألغام ومسائل مكافحة الألغام أصبح ثانوي على الوضع الكارثي تعيش البيئة العراقية في كل مناطق العراق. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.